احنا نازحين البنمر، طلعنا من البنمر صار لنا اكثر من 3 سنين، وتهجرنا من مناطقنا ومن ديارنا وعفنا الاول والتالي. العيشه على الخيرين وعلى الطيبين، والله كثر الطيبين والخيرين، واللي نريد من المسؤولين يجون يزورونا يشوفون وضعنا يشوفون حالتنا اللي احنا بيها. احنا مناطقنا حاليا محرره، مناطقنا كامله، نريد من المسؤولين، هي التفاتة صغيرة لنا وللشريحة هاي أكثر من 80% ساكنة بالصناعة، وأهل الصناعة يريدون محلاتهم، وتقريبا يوميا يجون علينا، يوميا يطردوننا من الصناعة ويقول ياهو ترى المحلات نريدها نفتحها، وشي هذا حقهم، شي أصولي وحقهم. وإحنا هسه وبعد نطالب من المسؤولين بفتح مناطقنا وفتح دورنا. سوونا هاي البطاقة الأمنية ورجعونا إلى بيوتنا. أنا نازحة من عشيرة البنمر، نزحت ونزحنا على المخيمات، تبهدلنا، شفنا ضيم وضلايم. زوجي مات من القهر، قهر داعش، جلطة دماغية وتوفى بالمخيمات. ولجأت وين؟ على حي الصناعة، قعدت أنا وأطفالي. أنا عندي 6 أطفال، أنا يا أمهم 7، وأنا قاعدة بهذا المحل المحروق، لا حول ولا قوة. عندي وليد عمره 12 سنة يبيع شاي، ما عندي غير أمرار أهل الرحم ويجيبوا لي العلاقة، وأصغر طفل إهاذة على الحليب هالسعين، ما عندي لا حول ولا قوة غير رحمة الله. وما حد زارني، لا شفت أحد زارني، لا مسؤول لا غيرها، وشاف بحالتي وشافني شبية ما بي. واني هم يعني مرة عراقية ما لي حق مثل اهل الرمادي، بحظي ببختي اكو ناس خيرة ما قصروا وقفونا، والحمد لله، الحمد لله والشكر. كذلك العوائل التي حاليا موجودة هي في الحي الصناعي، هناك مساعي إن شاء الله لغرض إعادتهم في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. المناطق اللي يسكنهم تم تطهيرها مسبقا، ولكن هناك مساعي إن شاء الله لإعادتهم، ويبلغ عددهم أكثر من 85 عائلة تسكن في محلات الحي الصناعي في قضاء الرمادي. وإحنا بدورنا إن شاء الله، هناك تدخل كلش قوي يعني من قبل الحكومة المحلية، ومتابعة من السيد محافظ الأنبار والسيد رئيس مجلس محافظة الأنبار حول إعادة تلك العوائل.